المنتجات الإلكترونية مشاهدينا أصبحت من متطلبات العصر نتيجة تطور الأسواق، نتيجة تطور متطلبات أيضا الأشخاص بالمجتمع. هي التجارة يلي أصبحت من التجارات الرابحة إذا بدنا نقول هزار، والمطلوبة بالسوق أكثر من غيرها إذا هيك صح التعبير، ما بعرف إذا توافقي نظري. يمكن تطور العصر صار بحاجة لهي السوق الإلكترونية، ولكن لهلأ نحن ما بنعرف شو هي إيجابياته شو هي سلبياته. هل السلع يلي عم تنباع من خلاله هي سلع طويلة الأمد أم لا؟ هاد كله رح نعرفه مع أكرم بيروتي، خبير ومحكم في الشحن والاستيراد والتصدير الدولي، اللي صار معنا ضمن الاستوديو. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بشار، هزار صباح الخير فيك. أهلا وسهلا فيك أكرم، يعني ريادة أعمال إضافة لأيضا موضوع الشحن وإلى ما هنالك. خلينا نروح لنحكي عن موضوع حديثنا وهو السوق وسوق الإلكترونيات بشكل عام. في صعوبة سهل هذا السوق شو بيضم؟ نعم. وليه العالم راحت لهذا التوجه؟ مثل ما تفضل حضرتك استاذنا ببداية المقدمة، انه اصبح اليوم الالكترونيات زيادة طلب عليها، وهي نتيجة انه هذه مادة استهلاكية، يعني ما حقول مثل الاكل والشرب اكيد لا، بس قريبة منها. هي مادة استهلاكية، اليوم ما في منزل الا وفي تابلت للجدة الكبيرة، موبايل لكل فرد، لابتوب، هذا كله استهلاكي، وهذا كله بيلحقوا شاحن كبل، وهذا كله معرض مثل ما حكيت الاستاذه، لانه ممكن اذا اخذنا سلعه رخيصه انه ممكن يعطل. فدائما في عندنا تطور مستمر لهي المنتجات واستهلاك دائم لها، فنتيجه طبيعيه لهذا الشيء انه اليوم يكون عندنا استهلاك كثير كبير. كل عائله ممكن نلاقي سياره ماكسيموم سيارتين، اما بكل عائله كل فرد من العائله عنده قطعه الكترونيه نتيجه استعمالها بكل متطلبات الحياه. اليوم شخص بده رساله البنزين صرفه بده موبايل، بده رساله الغاز صرفه بده موبايل، وهذا الشيء نتيجه يعني كمان الاوضاع الكهربائيه، كمان في استهلاك على موضوع البطاريه والباور بانك. فالماده الالكترونيه مستهلكه جدا ومطلوبه جدا. الفتره الاخيره صار اسماء المتطلب كبير. سابقا في شيء اسمه الشحن الجزئي، ممكن انا من الصين اجيب مثلا 1 متر مربع 2 متر مربع، ولكن بالقوانين الجمركيه الجديده صعب الموضوع جزئي او تقريبا لغته، قضت عليه نهائيا. فلاحظها بده يكون حاويات، استيراد حاويه تجاريه كامله من صنف محدد. فبالواقع يحتاج راس مال ضخم جدا، نحكي مثلا 2 او 3 مليار لحتى واحد يقدر ينطلق بموضوع الجمله. موضوع المحل او المفرق ممكن واحد يروح على اسواق الجمله بدمشق بحمص بحلب باي محافظه يشتري من تجار الجمله ويبيع، ولكن حدا يجي حابب يستورد بالفعل بده راس مال ضخم جدا. عكس سابقا كان واحد ممكن براس مال بسيط 50 مليون 25 مليون يقدر يفوت على السوق، ولكن بالوقت الحالي لا، متطلب راس مال ضخم حتى واحد يقدر يفوت على السوق بشكل طبيعي وليس بقوه. الحمد لله من فتره قريبه، فتره اسبوعين او ثلاثه، بلش القوانين الجمركيه تتحسن، بلش في افتتاحات جمركيه الحمد لله عم نشهدها، في تطور يعني ببطء ولكن في تطور مستمر. بهالمناسبه ممكن نحن نلتفت للصناعه، يعني صناعه اكسسوارات الموبايل او الالكترونيات بشكل عام هي صناعه ببعض اصنافها هي معقده. في اصناف تحويليه جدا، مثل كروت الذاكره، وسائل التخزين، بوردات الموبايل، هي صعب، تحتاج الى رؤوس اموال ضخمه وتدخل يعني كثير كبير من الخبراء جدا جدا مختصين بهذا المجال. ولكن في اصناف ثانيه عم نشوفها الان بسوريا، مثلا صناعه سبيكرات موبايل، سبيكرات استماع جيده، يعني بالفعل كواليتي، يعني مو مثل المنتج الاجنبي ولكن يعني بيقضي الامور وبيمشي الحال وجيد جدا، يعني سعره مناسب وما في اي مشكله جمركيه عليه. واحد حطه مستودعه 1000 قطعه مليون قطعه، الجمارك ابدا ابدا ما يعني بتوجه له اي كلمه، كونه بيشتغل نظام 100% صناعه سوريه مرحب فيها، شيء قانوني بشكل 100% ما عليه اي مشكله. تمام. فالصناعه نتمنى يكون في يعني تطور اكثر. حاليا في صناعه كابلات موبايل وصناعه سبيكرات، وبتطور بطيء ولكن في تطور. يعني حتى هي الصناعه بتحتاج مواد اوليه كمان. نعم، الدوله عم تسهل، الدوله كمواد اوليه، الدوله كثير عم تشجع الصناعي، عم تشجع وترحب بالقطاع الصناعي، من حتى استيراد مثلا خطوط الانتاج مرحب فيه. رسوم الجمركيه اقل من رسوم المواد التجاريه، وفي مناطق صناعيه، انا رحت شفت بعده مناطق صناعيه مثل الكهرباء مثلا، كهرباء متوافره للصناعيه بشكل كامل من 8 صباحا حتى 6 مساء في كهرباء مباشره. فالدوله بتدعم الصناعي اكثر من التاجر كونه بدعم اقتصاد البلد. تماما. اليوم اكرم بما يتعلق بموضوع قطع رخيصه وقطع غاليه. نعم. هذا الحديث كثير يعني بياخذنا للحيرة ببعض الأوقات. طيب. أنا عندي هاي القطعة غالية بس ممكن الكواليتي تبعها ما تكون تمام. نعم. وبنفس الوقت القطعة رخيصة وممكن تستمر معي لوقت معين. نعم. اليوم كيف بقدر أنا ألمس هذا الشيء؟ نعم. في مواصفات معينة أنا لازم أخذها بعين الاعتبار كمستهلك إذا. نعم. أول شيء سيدي الكريم، أنا بدي أعرف مصدري. احيانا في ناس بيرفعوا السعر من دون مقابل الجوده. اليوم مو كل التجار ملائكه، في منهم
تجار شرفاء وبينصحوا المستهلك، في تاجر لا بيرفع السعر وجوده سيئه. فانا لازم يكون عندي خبره الحد الادنى من الخبره حتى اعرف انه هي المنتج، ما بده يكون خبير يعني، بده يكون كمستهلك نهائي عارفان هي الماده مناسبه او لا، نشرح فيها اكثر. احيانا للاسف استاذ بشار السلعه الرخيصه هي مو خيار، هي فرض واقع على فئه اقتصاديه محدده. اليوم مثلا انا ما عندي امكانيه والله حتى اشتري مثلا باور بانك ب 500,000، موجود انا راتبي بالشهر كله 500,000، مضطر اشتري مثلا او بطاريه او شيء رخيصه، فعم تكون خيار عم تكون يعني الزاميه للاسف. والمثل العامي بيقول معروف انه القطعه الغاليه حقها معها، بس مو دائما القطعه الغاليه حقها معها، بدي اعرف انه هي القطعه غاليه وثمنها بيستاهلها، انه هي القطعه مثلا حقها 100,000 بالفعل تساوي 100,000. فاللي عنده امكانيه انه يشتري منتج وخصوصي الكتروني سعره مناسب مع قيمته افضل ما يشتري منتج رخيص، لانه هو حيعتبره ايجار، حيستعمله مثلا شهر صح، حينتلف وحيرجع يجيب غيره مره ثانيه. في الف باء بامور التقنيه، في واحد يفتح على اليوتيوب مثلا منصات تعليميه يعرف مثلا قبل ما يشتري الشاحن بنصح فيها كثير انا، او الكبل او البطاريه مثلا يكتب ما افضل المميزات، افضل نقاط لازم انتبه لها انا عند شراء البطاريه الفلانيه، فبيشرحوا بيشرحوا كثير، فواحد بيقدر يتاكد انه هي السلعه مناسبه لقيمتها او لا. فواحد عنده قيمه قدره شرائيه على شراء منتج اللي سعره مرتفع مقابل القيمه فلايته افضل وحده ويعرف عم يعني يشتري صحيح. طيب المشكله هلا كثره التجار وكثره العالم اللي عم تقدر تدخل هذا السوق، بنلاحظ في بضاعه معينه تقليد الاصلي بطريقه صحيح، احترافيه فظيعه، يعني ما بتقدر تلقط الفروق بيناتهم. قد ايه هذا الشيء ممكن يضرب السوق؟ قد ايه هذا الشيء ممكن يأذي التجار اللي عن جد عم يستوردوا شيء حقيقي؟ نعم وقانوني. نعم نعم نعم. هلا بالقانون الجمركي بداية يمنع استيراد البضائع المقلدة. البضائع المقلدة أول شيء فيها حرمانية من ناحية إنه أنا عم بسرق اسم منتج مثلا أستاذ بشار عنده براند البسة، تعب عليه وسوق له واشتغل فيه، إجي أنا حط البراند تبعه أخذ تعبه يعني، فهذا الشيء أول شيء فيه حرمانية. ثاني شيء موضوع إنه عم يكون المنتج سيء، عم يكون باسم الزبون عم ينغرب مثلا فرضا ماركة عالمية مو تسويق لحدا، بس ماركة مثلا سامسونج او ابل، هي براند معروف عالميا، انا عم بشتري كوني ما عندي خبره كافيه، انه معتقد انه هي سامسونج ولكن هي ليست سامسونج. الجمارك بسوريا بتحارب بشكل واضح وبشكل صريح وبالفعل حق معهم، شد على ايدهم بضائع مقلده. الدول المجاوره في دول يعني محاصرين الموضوع بشكل نهائي وبشكل كامل دخول بضائع مقلده. لازم مثل ما حكينا انه واحد يكون عنده الدرايه الكافيه او المعلومات الف باء بمجال التقنيات، يقدر يفتح على اليوتيوب يتاكد، ببين استاذ اذا يعني حاول تفحص زياده بتبين معه القطعه المقلده من القطعه، وكان في موضوع يعني مهم شويه تدقيق تمام، في موضوع مهم بينعطى هو الكفاله. التموين او وزاره التموين بتلزم التجار بكفاله محدده، كل سلعه لها كفاله، مثلا في ماده لها كفاله شهر، في ماده لها كفاله سنه، بس ما في شيء بلا كفاله. فانا ممكن بس ارجع على البيت بعد ما اخذ منتج اتاكد انه هذا المنتج مقلد، بقدر بشكل مباشر رد المنتج واسترد فلوسي اذا كان هذا المنتج مقلد. اكرم اليوم اذا بدنا نحكي عن موضوع شراء هي المنتجات، خليني نروح لفئه الشباب اللي كثير بهمها موضوع اللابتوبات مثلا، خلينا نبدا فيه. انا وقت بدي اروح اشتري لابتوب من مكان معين، كيف بدي اكتشف انه هذا اللابتوب هو كوبي مو كوبي، قطعه اوريجينال، في شيء معين ممكن، حتى كنا عم نحكي تحت الهواء قبل ما نبدا على موضوع انه ممكن يتاخذ اللابتوب يرجع ينضب ويتقدم على انه جديد، انا كيف بدي اكتشف كمستهلك هذا الموضوع؟ حقيقه اذا كلابتوب استاذ بشار ما في كوبي، جست لابتوب حول العالم ما بتوقف مثلا توشيبا او سوني او شيء كوبي، لا يوجد. بس بنخاف نحن موضوع انه مصلح مبدل في شيء، هي نقطه ايجابيه، بينما الموبايل ممكن جدا تلاقي اجهزه كوبي، اما اللابتوب لا. بداية استاذي المصدر، مصدر مهم جدا يكون موثوق معروف بيعطي كفالة، رقمتين كفالة بعد البيع، وهذا الشيء متوافر في سوريا وصافي تنافسية فيها. أنا عندي الكفالة الألماسية، الأستاذ عنده الكفالة البرونزية الذهبية سنتين مدري شو، حتى في كفالات عم تجي حتى سوء استخدام، إذا أنت مثلا كسرت اللابتوب بالغلط أو بالقصد ممكن حتى بالموبايل كفالة تبديل شاشة مسميه واحد يوم منتشرة هي، فعم تكون يعني كفالة مميزة. ثلاثة الخبرة متراكمة أستاذ بشار، ما في إنه والله واحد زائد يساوي اثنين، لا بدك أنت تكون عندك خبرة وتراكمية. واليوم الحمد لله جيل الشباب والانفتاح على السوشيال ميديا سهل هذا الشيء، اليوم شاب صغير 7-8 سنوات بيعرف يمكن أكثر من صاحب محل من نوع الرام لنوع المعالج لنوع الهارد، فحتصطلح معي شخص خبير أستاذ بشار. لازم نحن نعرف الرامات، نعرف كذا، لازم ضروري. وأول سؤال بسأله لحالي كمستهلك أو كمشتري، أنا شو استعمالي عليه لللابتوب؟ مثلا عندي العاب ولا برامج وسوشيال ميديا وفيسبوك يوتيوب، ولا انا عندي تصميم، انا طالب جامعه، هذا كله بيتبع للرام والهارد وكرت الشاشه والمعالج ونوع الكرت وكثير تفاصيل ثانيه.
ومثل اي مصلحه ثانيه استاذ بشار او مهنه ثانيه او بزنس ثاني، مثلا السيارات يمكن تشتري سياره، ما انت حضرتك اعلامي مميز ما شاء الله بس يمكن ما عندك خبره كافيه بالسيارات كميكانيك وكهرباء ودوزان، فالطبيعي انك شو تساوي؟ بدك تاخذ خبير، تاخذ خبير معك. فهذا الشيء متوافر مثلا بالسوق التجاري بمنطقه البحصه، هو سوق اللابتوب، في محلات سمعتها جيده بتقدم خدمه الفحص والكف. مثلا انا مقابل 20000 ليره سوري بفحص لك اللابتوب، بعطيه تقرير فني عن مسؤوليتي، انا بوقع لك عليه انه انا اللابتوب فحصت لك اياه 1 2 3 4، وبالفعل هدول الاشخاص ثقات وما رح ما له مصلحه يعطيك اجابه غير دقيقه، هو عم ياخذ الاجر المادي مقابل الفحص. فبتطلع بتاخذ شخص يفحص لك السياره تشتريها مستعمله او جديده، في متوافر اشخاص يفحصوا لك اللابتوب او الموبايل حتى. طيب بعض الشركات او خلينا نقول الاقوال الشائعه انه الموبايل له عمر، الاجهزه الالكترونيه لها عمر معين، وهذا الشيء يمكن الشركات بتعمله كرمال لما تحدث على هذا الموبايل او الجهاز او ايا يكون تضطر تشتري. كيف ممكن نمد عمر الجهاز خلينا نقول؟ نطول بأعمار الجهاز. أول شيء أستاذي هزار، النقطة الأساسية هي البطارية لها عمر أكثر شيء. بطارية بأي منتج، بالسيارة لها عمر، بدل مثلا بالموبايل باللابتوب بالساعة، البطارية لها عمر استهلاكي طبيعي ينتهي، وطبيعي ما بيعيب الموبايل اليوم أو اللابتوب إذا انضربت البطارية. ولكن اليوم مثلا إحنا نشحن بشواحن أصلية، ما نستخدم مصادر كهرباء سيئة مثلا مثل باور بانك تجاري، ما يخلي الموبايل او اللابتوب تحت 20%، وهي صعبة شوي حاليا الاوضاع الكهربائية الحالية، انه احيانا ما حد يستنزف موبايله لاخر حد. في برامج ضارة ممكن احنا نفكرها لعبة او نفكرها تقويم او ايا كان، لا هي برامج ضارة بالبطارية تستهلك. فنحن بنحكي عن شقين، اول شيء عمر البطارية حكينا كيف نحافظ عليها قدر المستطاع، وطبيعي انه تنضرب، يعني ما في عليها مشكلة اذا بعد سنتين او سنتين ونصف غيرت البطارية، لانه هي لها عمر افتراضي، هي عبارة عن فيزيائيا ولما اخترعوها لها لها عمر مفترض افتراضي. وبالفعل ممكن يخترعوا مثلا بطاريه بتعيش بشكل 10 او 20 سنه، ولكن مثل ما حكيتي ما لهم مصلحه عشان يضل في استهلاك على موضوع البطاريه. اما المحافظه على الجهاز، فينا نفتح على اليوتيوب في كثير نصائح بيطول الشرح عنها لحفاظ على اللابتوب، مثلا التهويه الجيده مثلا، تمام، المروحه، الامور هي، والموبايل نفس الشيء. في نصائح ممكن نزودكم فيها بروابط اضافيه تبعتوا المشاهدين ان شاء الله. بكل الاحوال نحن داهمنا الوقت للاسف. اكرم بيروتي خبير ومحكم في الشحن والاستيراد والتصدير الدولي، شكرا كثير لهالمعلومات، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى ان شاء الله. انا مزال كل الشكر لك اكرم.